السلام عليكم. هذه حالة حطيتها الأسبوع الماضي. مريض كان عنده التهاب على الرجل اليسرى تحت الركبة. طبعا كنت شاك في أن الالتهاب يكون تسبب بكتيريا اسمها سودومونس، قلنا نتيجة أنها ما استجابت للمضاد الحيوي، ونتيجة أيضا أنها تعطي في صديد أخضر، لون أخضر يكون، فهذا لون الصديد نشوف فيه على الكارزة. طبعا متغير لنا المريض خدايا مضاد حيوي، ولكن زي ما نشوف قدامنا لون يميل الى الاخضرار، عاده يكون اكثر من هيك، ونشوف الجرح تحسن هلبة مقارنه بالمره الماضيه. طبعا تحليل العينه اظهر انه فعلا عنده سودومونس وحساسه للمضاد الحيوي اللي حطت عليه اللي هو السبرو، فحنستمر على المضاد الحيوي لمده اسبوع ثاني ان شاء الله ونشوف شو يصير، ولكن زي ما نشوف قدامنا في تحسن كبير مقارنة بالمرة الماضية.